ما شاء الله تبارك الله. هذا المحل حق صلاح سوهاج، وهذا المكان مكان عبور الماء. وها هو الخط آمن بعيد من السيل. هذا بيت عبد علي أحمد راشد، وهذه شوارع حبر. كما قلنا هذا النفق للسيل الجارف يمر من هنا. ها هو البوكلين يقوم بهذه الحفريات. عمل ماشي على وتيرة ما شاء الله. حلو جدا جدا هذا المسار، أصبح مسار آمن من السيل.